بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الأسئلة الحائرة، أسئلة كثيرة جدا الحقيقة من امبارح، من عندما أصدر النادي الأهلي قرارا أو خمس قرارات الحقيقة بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم. خمس قرارات زي ما حضراتكم شفتوها وزي ما أعلناها هنا من خلال ملعب الأهلي. بعد هذه القرارات كل واحد عنده كلمة طلع يقولها، كل واحد عنده سؤال طلع يسأله، كل واحد عنده فكرة عايز يقولها، فكرة بتيجي بس في دماغه بيطلع يقولها، وأسئلة كثيرة جدا جدا من امبارح لغاية النهاردة. هو ليه النادي الأهلي مثلا من ضمن هذه الأسئلة إيه؟ يقولك النادي الأهلي قرر هذه القرارات بعدما تعادل مع النادي الإسماعيلي. طب بالعقل كده، يعني اللي بيسأل السؤال ده أنا عايزه يفكر الأول قبل ما يسأل السؤال ده، يعني إحنا عملنا كده أو النادي الأهلي عمل كده علشان اتعادل مع النادي الإسماعيلي. طيب لو النادي الأهلي ما كانش اتعادل مع النادي الإسماعيلي كان إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي هيحصل؟ كان هيبقى النادي الأهلي فارق بنقطة عن نادي الزمالك إذا كان كسب الإسماعيلي وكسب المقاولين ونادي الزمالك كسب كل مؤجلاته الأربع مؤجلات لحين مباراة الأهلي والزمالك، وبالتالي كان ساعتها النادي الأهلي لازم يكسب نادي الزمالك أو يتعادل مع نادي الزمالك. إذن القرار كان في إيد مين؟ في إيد لعيبة النادي الأهلي، وحتى الآن القرار سيظل في إيد لعيبة النادي الأهلي أو الدوري سيظل في إيد لعيبة النادي الأهلي. عشان كده لما الناس تطلع بتتكلم أو بتقول أي كلام، أو كل واحد من أنا آسف مش أي كلام ولا حاجة، كل واحد من حقه يقول وجهة نظره، كل واحد من حقه يقول وجهة نظره، ولكن لما تيجي تقول وجهة نظرك حاول تفكر الأول هو إيه الفرق ما بين التعادل والمكسب. نقطتين مظبوط، النقطتين دول كانوا هيأثروا في إيه؟ إن أنت لازم تكسب الزمالك أو تتعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة، ده إذا كان النادي الأهلي كسب الإسماعيلي وكسب المقاولين العرب. دلوقتي ما زال الدوري العام المصري في أرجل لاعبي النادي الأهلي. ليه؟ لأن النادي الأهلي لو خد ست نقاط من المباريات القادمة، على افتراض أن نادي الزمالك لعب مبارياته المؤجلة وكسب كل مباريات المؤجلة، وبالتالي هيفضل أن النادي الأهلي لازم يكسب نادي الزمالك في المباراة الأخيرة. سيبك من كل ده، دائما وفي الطبيعي وفي العادي لما بتيجي تفكر أو لما يجي جمهور النادي الأهلي يفكر في مباراة الزمالك بيفكر في إيه؟ لا يفكر في شيء آخر إلا المكسب فقط، المكسب. النادي الأهلي عمره ما بيلعب على التعادل مع حد، خصوصا في مصر أو برا مصر كمان. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده خلال الأيام السابقة إن ده مش عايز بس أوصل لحاجة كبيرة جدا، أنا أقول لكم إن إحنا كنا إما بنفكر في كأس العالم للأندية مثلا، لما كنا بنيجي نلعب فريق قوي ريال مدريد برشلونة الفرق الكبيرة دي، لو كنا هنلعبها يعني كنا عايزين نعرف هنكسبهم إزاي، كنا بنفكر هنكسبهم إزاي. فما بالك بالمباراة ديربي اللي دائما ما بتكون ديربي الوطن العربي زي ما بيسموه نادي الأهلي ونادي الزمالك، كل جمهور نادي الأهلي بيفكر في كيف يهزم النادي الأهلي نادي الزمالك مهما كانت المباراة، حتى لو كانت المباراة بدون قيمة يعني. فما بالك أن المباراة دي هتكسبك دوري. فالحقيقة يعني سؤال غريب جدا وسؤال ما ينفعش يتسأل، ما ينفعش يتسأل وما ينفعش يتقال. في مثل مثلا برضو في بعض القرارات أو بعض الأسئلة اللي بتتقال يقولك إيه، أصل النادي الأهلي